الشرطة يتغلب على فريق القاسم بثلاثية مقابل هدفين، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. يعني مثل ما تفضلت انت، فوز مهم ودقائق عصيبه، العصيبه احنا عصبناها على نفسنا من البدايه، سوء استغلال الفرص. يعني الشوط الاول اكثر من فرصه سنحت لنا ما سجلنا، الشوط الثاني صار خطا دفاعي، وهذا الخطا الدفاعي يعني من المباراه الثانيه جاي تتكرر عندنا الاخطاء الدفاعيه. بالبدايه مبارك لجمهورنا، مبارك للاداره، الكادر التدريبي، لاخواني اللاعبين اللي قدموا مباراه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره. اكيد راح نواجه صعوبات طوال هذا الموسم، خصوصا انت محصل على لقب الدوري مرتين، فراح نواجه صعوبات مثل ما واجهنا اليوم. لكن تعرف انت فريق مثل فريق كبير مثل نادي الشرطه يبقى من اول دقيقه لحد اخر دقيقه يحصل ويكمل المباراه للحصول على النقاط الثلاث. والف الحمد لله وشكر، هاي المباراه عوضنا، والف مبروك لجمهور الشرطه، واكيد هذا فضل كادر تدريب ولاعبين، وان شاء الله راح يكون القادم افضل بحيل الله. هارد لك انه النتيجه ممكن ما نقول احنا مفاجاه، لا طبيعيه، ممكن العامل البدني كان سبب رئيسي، خطا فردي ممكن صار من عند الهدف. نسعى قادم مبارياتنا نحقق نتائج ايجابيه ونرجع سكه انتصارات ان شاء الله.